الشارع. الدورات كلها أزيلت في البحرين أصلا من سابق، بس أن هذه ما يطهر القاذورات فيه إلا شيلته من مكانه. بالنسبة لتطهير المناطق، لا زال في حركة في الجيش لتطهير المناطق، قوة الأمن قاعد تشارك في التطهير ولا ما قاعد تشارك؟ يا حفظ الأمن أكيد. إحنا أنت شفتي درع الجزيرة موجود، أنا الكل دول مجلس التعاون جيش واحد وشرطة واحدة. من الوهلة الأولى ينتابك شعور بطائفيته البغضة ولسانه القذر وطبيعته السادية، خبرة في التعذيب لأكثر من 20 عاما، تمت ترقيته مؤخرا لينال منصب مفتش عام بدرجة وكيل وزارة في البحرين. أنا مريض وانت مثلي عافاك. عام 2011 توارى خليفة عن الأنظار بعد توقيفه عن العمل خشية افتضاح دوره في التعذيب، حين كانت لجنة ما سمي بتقصي الحقائق تعد تقريرها عن الانتهاكات في البحرين، سرعان ما أعيد لعمله بعد أن هدأ صخب اللجنة في العام التالي وتسلم قيادة مركز شرطة الرفع. ضحكني كلامه وهو صار. كان خليفة بن أحمد أحد الذين قاضوا حملة التعذيب الجماعي في سجن جو بعد انتفاضة 10 مارس عام 2015، وهي أكبر انتفاضة شهدتها السجون الخليفية على مدى تاريخ النضال في البحرين. وكنوع من التعويض على مدة توقفه الاضطرارية عن العمل عام 2011 ومكافأة له على دوره كجلاد نزعت من قلبه الرحمة، حصل على ترقية عام 2016 كنائب لرئيس الأمن العام، وما لبث أن استغل منصبه ليكشف عن قذارة لسانه وقلبه، فتهجم في أغسطس من العام نفسه على أئمة أهل البيت عليهم السلام، وقذف في الشيعة وفي أعراضهم ومعتقداتهم بأوصاف نابية. لم يتوقع حينها أن يحاسبه أحد، أو لعله كان في حالة السكر الشديد، لكنه أدرك لاحقا أن ما نفثه من أحقاد رغم أنها محل رضا وتوافق من الحكام الخليفيين إلا أنها ظهرت بشكل فاضح، الأمر الذي أرغمه على إغلاق حسابه والتنصل عما بدر منه، ومن ثم الإدعاء بتعرض حسابه للاختراق. أؤكد لكم أن حكومتكم وبقيادة دلالة الملك نسندكم في كل ما تقومون به. نموذج آخر يقدمه الخليفيون متباهين بقبح أفعالهم في بلد يرزح خيرة أبنائه في قعر السجون ويرتع المفسدون فيه بمقدراته وتاريخه وثقافته، وإذا حصحص الحق تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. جاي الجلاد المعذب بنات مخالفين وربعك الدواعش، مشكلة أكبر داعمين للدواعش الخليفيين.